نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الطبق مغربي اللي كيتقدم قبل الافطار في يوم عيد الاضحى. غنوجد معكم بولفاف، وغنوجد معكم واحد السلطه بالرز والخضر. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا اللايكات وتعليقات، واللي اول مره كيزور القناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك الجديد. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غنحتاجوا الكبده والشحم والقلب، كنقطعوه كناخذ الكبده كنديروها في الشوايه وكنحطوها على الفخر، نطيبوها نص طيبه. من بعد ما طيبنا الكبده نص طيبه كنخلوها تبرد، من بعد كنقطعوها قطع صغيره كما كتشوفوا. كناخذ معلقه صغيره من الملحه، كنضيفوا ليها غص معلقه من الابزار، نضيفوا معلقه من التحميره، جوج معالق من الكمون، وكنضيفو شويه من الفلفل الاحمر الحار. كنخلطو هاد التوابل مزيان، كناخدو الشحمه كنضيفو ليها شويه من التوابل اللي خلطنا، كنلفوها ونقطعوها. كنضيفو التوابل اللي بقاو لينا للكبدة ونخلطوها مزيان. نخليها على جنب ونمشي نحطو العصير. انا عندي خيار قطعتو مربعات صغار، غنضيف ليه عصير الليمون، ونضيف ليه سنيدة، نطحن هاد المكونات مزيان.
بعد ما طحنا العصير كندخلو الثلاجة نخليوه يبرد ونمشيو نوجدو السلطة. في المكونات عندنا الرز مع بطاطا والجلبانة مسلوقين، خز ومحكوك، ثلاثة د الحبات من الفلفلة مشويين ومقطعين مربعات، وحدة حمراء وحدة صفراء وحدة خضراء، جلبانة مسلوقة، الزيتون الأسود للتزيين، بربة محكوكة ومايونيز. كناخدو الرز كنضيفو ليه شوية ديال خيزو، ونضيفو ليه المايونيز، انا هنا فاش سلقت الرز درت ليه شويه ديال زيت الزيتون والبزار والملحه، دابا غادي نضيف غير المايونيز صافي. نخلطوا هاد المكونات مزيان، هنا خديت طبق التقديم فرشت فيه الخس وغنحط فيه هاد الاطار، ونديرو فيه الرز ونقدوه مزيان. نحيدو هذاك الاطار بشويه، ندهنو الفوق بالمايونيز. كناخدو البربة كنحطوها في الجناب،
ونزينه بالفلفله الصفراء والحمراء والخضراء. الفلفله كنضيفوا ليها الملحه وشويه ديال الزيت. ونزينه بها كما كتشوفوا. نضيف الجلبانه وفي الوسط غادي نضيف الفلفله الخضراء ونزين بالزيتون. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطه. كتجي زوينه في المنظر وحتى المذاق ديالها زوين بزاف. نخلوها تبرد ونمشيو نكملوا الدوجات ديال بولفاف. كناخدو واحد الشريط ديال الشحمه كنحطو فيه قطعه ديال الكبده ونلفوها ونقطعو. ما نلفوش كلشي الشريط غير شويه منه وصافي. وكنستمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا القطع ديال الكبده. ونبداو نعمروا في القطبان. Thank you.
هنا غندير شي وحدين بلا شحمه، ومن بعد ما نكمل القضبان كامل اللي عندي كنشويهم على الفحم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق ديال اليوم، نتمنى يعجبوكم، وما تنساونيش من لي لايك والتعليقات، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.